من فضلك حاسب على كلامك يا عم حافظ، وما تتكلمش عن جوزي بالشكل ده. انا بقول لك على حاجه شفتها بعينيا. تبقى عاوز نضاره عشان تشوف بيها كويس. كتر خيرك يا بنت اخويا. يا تينا صدقيني زي ما شفت باريزه شافته زيي. والله العظيم يا ست تينا، ولا ليكي عليا يمين، انا شايفاه بعينيا الاتنين دول زي ما انا شايفاكي دلوقتي، وهو قاعد مع شله النصابين وبيسير معاهم. انت مين يا بتاتي؟ اخلصي خالص، مش عايزه اسمع صوتك في البيت ده، وعلى الله حد يتحشر في خصوصياتي. جراح يا حبيبتي. اهدي امال، اهدي امال يا باريزه، هاني مصلي على النبي. البطاله ده واسمعوده. جراح يا حبيبتي، نازله مربطه فيا انا والراجل، وطايحه فينا زي طور الهيجان اللي محدش عارف يلمه. لا فوقي، ده انا باريزه، باريزه اللي فكت العالم كله ونظمته تاني. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ايه المعزه والاشكال المنيله اللي انت قعدتها لنا هنا دي؟ تستاهلي عشان ظهر الجوازه دي كانت مخك وعمت عينيكي، ما بقتيش شايفه اللي بيجرى حواليكي. اديها يا باريزه. بص يا نن عيني، الراجل بتاعك ده شكله كده معبيكي وحطك تحت باطه، والله لازمك مصلحته. اسمعي كلامنا، مش لازماكي فيتهالكم خضره تولعوا ببعض. امشي انت كمان من هنا معاها، مش كفايه مستحمله بلاويكوا عارفه. بوظت اخويا وبوظنا كلنا، انت قاعد عندنا هنا بتعمل ايه؟ كمان عايز تخرب بيتي؟ اطلع بره. كتر خيرك يا بنت اخويا، بس عايز اقول لك كلمه، ما تأمنيش لحد قوي عشان لما يوجعك ما يوجعكيش قوي وتقدر تبعد عنه. ده برضو عمك، عملتي كده ليه؟ مش عايزة، مش عايزة أسمع كلام حد، مش عايزة أشوف حد. عارف الحب ده عامل زي السما، لما يكون إحساسنا صافي وبريء بيسحبك كده زي مغناطيس الحبيب، بس ياه بعيد قوي لا يمكن تطوله. انت عارفة هو عامل زي ايه كمان؟ زي الكهرباء بالظبط. وانتي وحظك بقى، يا اما تبقى امان تاخدي منها حبه نور تنور لك طريقك، يا اما السلك يبقى عريان وساعتها ممكن تاخد عمرك. بقولك ايه يعني؟ هو انت لسه بتحب سما؟ قد ما انت هتحبي حسام بالظبط. يبقى انت مش فاهم حاجه خالص. حسام ده عامل زي الوش التاني لبابا بالظبط، كدبه كبيره. عفة، كل احساس جواكي بيثبت ان انت بتحبي حسام بجد، فما تحاوليش بقى لا تداري ولا تخبي. انا لا بداري ولا بخبي، انا بس ساكته. ساكته ليه؟ حاسه ان هو ما يستاهلش؟ انا احساسي بحسام عامل زي قشره كبيره قوي كانت مخبيه تحتيها احساس اهم واعمق، ما لمستوش غير لما فقت من حكايتي معاه. ساعتها بس عرفت انا ليه كنت بعمل كده معاه. مع مين؟ هو مين ده؟ كنت بحسب ان انا بنتقم منه، أتاريني كنت بحارب نفسي علشان ما ينفعش. والله العظيم أنا ما فاهم أي حاجة. هو إيه ده اللي ما ينفعش؟ هو ما ينفعش يحبني، وأنا كمان ما ينفعش أحبه. بس في الآخر اكتشفت إن أنا بحبه، عشان كده كان لازم أبعد. بس بس بس، أنت كل ده مش عايزة تقولي لي هو مين أصلا؟ هو إنسان أنا عملت معاه كل حاجة وحشة. هو أول ما وقعت هو الوحيد اللي واقف جنبي وشاركني.